الله ايدي من هون من هون هون عم طرد الضرب ها يا الله ماشي ما بتمشي بتحبها لك ها ما بتمشي بتحبها لك تمشي ولا ما فيك تمشي ايدي 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 شيل القبضه شيلها شيل القبضه حطها خيو ليش ما بروح بجيب لكن بنمشي للمعركه يعني ما هي اللعبه مثل ما بتصوروا الاطفال او بيتوقعوا انه الجيش الحر هو يفكروا انه اللعبه او افلام كرتون او شيء رومانسي يعني مفكرين الاطفال انه نحن جيش حر عم نروح بنلعب وبنرجع على بيوت لعنا بس اللي ما بيعرفوا شو عم نعمل نحن بالمعركه وبنتمنى ما يعرفوا لانه نحن عم ندافع عنهم والولد بيكون على فطرته بيعرف انه ابوه اجى ما بيعرف من وين اجى فنحن ان شاء الله وتعالى بدنا نضل متواصلين بين النظام بضرب النظام لحتى ندافع عن الاطفال اللي وقت اللي بيشوفونا جايين على البيت ومبسوطين فينا ان شاء الله بشكل دائم بيشوفونا نحن مبسوطين وهن مبسوطين والنظام بيزول بدون الطفل ما يقدر ما يعرف من وين انا كنت وشو النظام عم يعمل والحمد لله ان شاء الله بنتابع مسيرتنا نحن للاخير مشان نحمي هالاطفال والشيوخ والناس الابرياء ونحن حملنا سلاح في وجه العدو هذا الغاشم اللي هو بيت الاسد مشان ما يقتل الاطفال هاي ويذبح النساء والناس العجز وان شاء الله وتعالى في اذن الله مسابرين لحتى النصر حتى لو انصبنا في انا اذا صبت او استشهدت في بيكون اخوي في بيكون ابن عمي حتى لو احتمال يضطر ابني اللي هو عمره 17 او 20 سنه يضطر يقاتل مطرح لا يعرف شو هو النظام وشو يعرف كان ابوه شو يشتغل وان شاء الله وتعالى في اذن الله تعالى بنضل مسابرين ومنكفي مسيرتنا لحتى الاطفال هذول هنا عمو في الحياه.